يمكن الاخبار ديال الكاذبه ماشي كاذبه بزاف، لان كاينين بعض النوبات كيجيبوها هي هذيك، وبعض النوبات ما كيجيبوها لحد داك الشيء ديال الله. ما يمكنش نحكموا على سميتو حيت العلم كاين، لكن ما يمكنش نقولوا هذا الشيء كامل اللي راه كذوب، لان كاين شي حاجه بعض النوبات اللي كيجيبوها هي هذيك. بعض النوبات راه هما كيديروا شي حاجه وربي كيدير واحد كيدير شي حاجه اخرى، وما تيكمل لهمش داك الشيء اللي تيديروا اللي تيقولوا، لان داك الشيء حتى هما كنشوفوه علمي. ما كتكونش مضبوطه 100%، 50% كتكون صحيحه 50% كتكون خاطئه، وهذا الشيء بخلاصه القول كيكون قدر الله، ماشي بالضروري غيقول لك غدا غتبشر غتبشر ولا غادي تشمس ولا هذا الشيء بقدر الله. والحمد لله جو زوين، وكنتمنوا ربي يرحمنا حتى شي سيوا. بالنسبه للارصاد الجويه هنا ما يمكنش يتوقعوا داك الشيء 100%، داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، يعني واخا رغم التوقعات ديالهم وهذا الشيء هذا ما غاديش يجيبوا داك الشيء يعني 100%، هذاك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى، وتنطلبوا ربي سبحانه وتعالى يعطينا الشهر الله يرحمنا. هو غير كذوب، وداك الشيء ما تيتوقعش داك الشيء 100%، داك الشيء غير كذوب فهمتني. انا والله القسم بالله كنت مشيت لخمس رميله لقيت واحد الشجره لقيتها مهرسه ترسات، وكل واحد شنو بقى تيقول على ديك الهضره، بقى تيقول لك العاصفه اللي تيقول الريح، المهم داك الشيء ديال الله، داك الشيء ما يمكنناش حنا نقولوا عليه شي حاجه اللي ها هو داك الشيء ديال الله، داك الشيء بقى داك الشيء ديال الله. حيت بعض المرات كاع بعض المرات تكون تتصب الشا، وبنادم تيقول لك غدا كاع تطلق ماشي تقول لك غدا راه كاين الشا وكاين البرد غيكون الريح وغتكون الشا وغيكون داك الشيء غيكون داك الشيء مجد، ولا غد اللي ما تيكونش داك الشيء. بعض المرات تيكذبوا، بعض المرات تيعطيو لك النص الحقيقي وما داكش اللي كاين. المهم الاجواء باش تتحكم في الاجواء ديال الله ما يمكنش، اجواء ديال الله اسمع مشكل، ولكن ممكن يقول لك اليوم كاين الشا غد اللي تلقى ما كايناش الشا، والله ولكن ممكن يقدر على كل اي حاجه. ما بالنسبه للبنان تيقول لك كذوب التافه هكا، ما يمكنش يحكم على بنان اخبار ولا يحكم على شيء، الاخبار هي تبينوك شي بالبيان، ولا شي حاجه اللي كاين الله هو اللي يبين لك الحقيقه وكذا. ولكن باش يقولوا لك الكذوب ولا شي حاجه كاين شي حوايج تكذبوا فيها وشي حوايج ما تكذبوش فيها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.